بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنه عز وجل طلب التوفيق والسداد والنجاح يا رب العالمين. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. نرحب بكم مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، عشاق الأصالة من هنا من ميدان الطايف، عروس المصايف، مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الخامسة. أعلنت هذه الانطلاقة وأعلنت إشارة البدء لشوطنا التاسع والخاص باللقاية الأبكار، لنلتقي معكم مع انطلاقة جديدة، انطلاقة موفقة بحفظ الله ورعايته. نبدأ مع البداية مع الظبي. الظبي هي المنطلقة بشعار هجن سلام بمتابعة عبد العزيز بن محسن بن حمد الشامري العجمي. يقدم لنا هنا الظبي بمتابعة هذا البطل النقلة والدور، دور المركز الثاني. القدوم مع حرايب هي المنطلقة، وفهد بن راشد بن فهد المري منشن الحرب مع حرايب يغير الأمور على البداية وعلى الصدارة. يقدم لنا حرايب النقلة والانتقال إلى المركز الثالث. القادمة والحاضرة هي فرسة بشعار أحمد بن سعد بن محمد الكعبي، يصل على المركز الثالث مع انطلاقة شعاره. المركز الرابع القدوم والحضور مع شقرة وأبناء الطائف قادمين. محمد بن شاكر بن فهد الشريف وصل في هذه اللحظات مع انطلاقة شقرة على المركز الرابع. تنطلق بينما مركز الخامس القدوم من شعار بن رشيد، يقدم لنا غاية أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، يصل على المركز الخامس مع غاية، وغاية هي الانتصار والنوماس الغالي. بينما التسلل والقدوم من شعار روعة هي القادمة عبد الرحمن بن سلمان بن صالح المغيري، وصل في هذه اللحظات يقدم لنا روعة. هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء للخمسة الأسماء، للخمسة الشعارات المتواجدة والحاضرة في هذا الانطلاق، في هذا التحدي الكبير. نعود إلى البداية ونعود إلى مقدمة هذا الشوط، إلى حرايب. حرايب يا راعي حرايب، وفهد بن راشد بن فهد المري يسيطر على البداية وعلى التحدي الأول مع حرايب المنطلقة في هذا الانطلاق، في هذا التحدي المسائي، في هذا الصراع ما بين هذه الأسماء. ولكن الظبي القادمة بشعار هجن سلام بمتابعة عبد العزيز بن محسن العجمي، يتابع ويراقب لنا ظبي الفلا رمز العطاء. تنطلق على البداية يريد أن يحقق انتصارات تلو الانتصارات يا راعي الظبي. بينما المركز الثالث وصلت فرسة بشعار أحمد بن سعد بن محمد الكعبي، هو القادم بشعار القادم مع انطلاقة فرسة على المركز الثالث. تنطلق بينما المركز الرابع من انضمت هنا إلى دائرة المنافسة، وصل السلطان بن محمد بن حمدان البقمي مع ذوق هي القادمة، والأسماء بدأت بالوصول، بدأت الشعارات بالحضور يا راعي الظبي على البداية على الصدارة وعلى الانطلاق الأول بشعار هجن سلام
عبد العزيز يتابع ويراقب لنا هذا الانطلاق. وصلنا الى لائحة الكيل الاخير، الكيل الخطير، الكيل المثير. وصل شعار الكعبي، بدأ بالاقتراب، يقدم لنا فرصة القادمة القادمة والحاضرة. بينما شعار البقمي مع ذوق القادم سلطان بن محمد بن حمدان، البقمي مع ذوق على المركز الثالث، المركز الرابع. وصلت حرايب ووصلت الأسماء القادمة صوغة راشد بن عبد الهادي. المري يقدم لنا صوغة وتحديات صوغة، اختلط الحابل بالنابل وغيرت صوغة وانطلقت بهذا الانطلاق راشد بن عبد الهادي. الأول مري غادر بهذا الانتصار مع صوغة مع آخر الأمتار. يا راعي صوغة يا راعي صوغة، القادم شعار عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي هو القادم، القادم بشعاره مع جلد 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 بمتابعه نايب بن صلاح الحربي. حلق بذلك الانتصار، حلق بذلك النماس بشعارك يا ابو خالد يا ابو خالد. عونا يطير بهذا الانتصار مع جلد مع ابداع جلد وحضور عبد العزيز بن عليان بن معلى اسهلي. احتل شانك احتل شانك يا ابو خالد بمتابعة نايب بن صلاح الحربي. تارينا وألف ألف مبروك على هذا الانتصار، هكذا انتصار وإلا فلا مع جلد عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي. غادر بهذا الانتصار وبهذا النوماس المركز الثاني. كانت الحاضرة والمتواجدة بشعار سلطان بن محمد بن حمدان البقمي مع ذوق المركز الثالث. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا كان النوماس الغالي محلقا بشعار عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي القادم بشعاره، والحاضر مع انطلاقات جلد بمتابعة نايف بن صلاح الحربي. مشكور يا نايف على هذا الإبداع والامتياز، تهانينا والف مبروك. هنا لحظة الوصول إلى خط النهاية، لحظات الوصول 6 دقائق 37 ثانية، 53 جزءا من الثانية. المركز الثاني كانت هنا الحاضرة صوغة هنا بشعار راشد بن عبد الهادي بن علي المري، من قدم لنا صوغة على المركز الثاني. كانت الحاضرة والمتواجدة صوغة. لحظات الوصول إلى خط النهاية 6 دقائق 40 ثانية، 76 جزءا من الثانية. المركز الثالث وصل الذوق سلطان بن حمدان البقمي بتوقيت وقدره 6 دقائق 40 ثانية، 76 جزءا من الثانية. المركز الرابع وصلت فيه الفيصلية عبد العزيز بن مبارك هنا بشعار عبد العزيز بن مبارك بن فهاد السهلي بتوقيت وقدره 6 دقائق 40 ثانية، 86 جزءا من الثانية. المركز الخامس وصلت فيه مزاحمة وسعد بن محمد بن حمد آل صافي المري بتوقيت وقدره 6 دقائق 41 ثانية، 25 جزءا من الثانية. إذن مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هكذا كان الانتصار المغادر مع جلد. ها هي جلد تصل معلنة النوماس الغالي ومعلنة الانتصار بشعارك يا أبو خالد بالشعار الأصفر. حضر وتواجد في هذا المساء هنا المساء الجميل، المساء المغاير المليء بالحماس مع حضور جلد. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار المستحق مع جلد. أشواطنا متواصلة ومستمرة، شوطنا القادم بصوت الزميل جابر بن لملح المري. تهانينا وألف مبروك إذن لجميع الفائزين.